المهدي عبد الجواد عضو حملة المرشح للانتخابات الرئاسية سيد عياشي الزمال. كنت تعطينا موقف الحملة الآن، لا نتحدث عن الحزب في حد ذاته أو الحركة حركة عزيمون، لأنه نعرف الناس الكل أنه العياشي الزمال منذ الإعلان عن قبول ترشحه تنحى بصفة وقتية حتى يضمن تكافؤ الفرص وما إلى ذلك. الآن شنو موقفكم أنتم كحملة للمترشح عياشي الزمال خاصة بعد عملية إيقافه البارح؟ هو سيد العياشي الزمال كان ينتظر إيقافه وصرح أنه حتى وإن تم إيقافه وزج به بالسجن سيوصل حملته وسيدافع على حق التونسيين في الاختيار، لأنه ترشح سيد العياشي الزمال صحيح أنه عنده بديل شامل على كل ما حصل في تونس طيله ال 15 سنة الفارطة أو حتى ال 20 سنة الفارطة، ولكن ترشحه هو لمنح التونسيين فرصة الاختيار، ويقول أنه سيواصل حملته حتى من داخل السجن، ونحن كحملة مستعدين وأعددنا كل ما يجب للقيام بالحملة في وجوده وعند غيابه. متى ستعلنون عن برنامج المترشح اللي تبعكم؟ طبعا نحن نلتزم بالقانون، نعتقد أن هناك أجال للإعلان على الحملة، موعد الحملة مازال ونحن كل شيء جاهز، كل شيء جاهز وسيتم ذلك حسب القانون. الوقت عندنا كل شيء جاهز، برنامج الحملة جاهز وكل شيء مؤكد، ونريد كل ما نرجوه هو أن تكون حملة نزيهة وشريفة وفيها تنافس شريف ونزيه بين مختلف المترشحين، وهذا يتطلب إيقاف التتبعات والملاحقات والمضايقات التي تطال المرشح سيد العيش الزمال وحملته. هذا يبدأ بإطلاق سراحه فورا والسماح له بخوض الحملة الانتخابية بتاعه في نفس الظروف اللي يخوضوا فيها بقية المرشحين. أستاذ، هل اليوم من نجمه نحكي وهل من أحزاب مثلا اليوم داعمة المترشحة عياشي زمال؟ هل من قوى سياسية فعلة في البلاد؟ شفنا اليوم فما وجوه سياسية كمان معروفة، نواب سابقين في مجلس النواب المنحل وما إلى ذلك. لحد الساعة هل أعلنت أحزاب قوى ديمقراطية يعني سياسية في البلاد دعمها الصريح للمترشح العياشي زمال؟ هو لاحظنا بعد المضايقات اللي تعرض لها المرشح عياشي الزمال وبعد إيقاف التحفظ البارح هناك موجة من التعاطف واتصلت بين الكثير من الأحزاب والشخصيات السياسية، لكن ما أؤكده هو أن استراتيجيتنا في الحملة هي مختلفة، لذلك نحن نتوجه إلى عموم التونسيين وعموم الناخبين لأنه ذلك هو المحدد. نحن نحترم الأحزاب التي عبرت على عن دعم، هي مختلفة، أصدرت بياناتها، يمكن كل ذلك موجود حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ما وكده هناك مرشحين آخرين في الانتخابات الرئاسية عبروا عن مساندتهم لعياشي زمال في محنته والاحتفاظ به، ولكن ما وكده أن استراتيجية الحملة لعياشي زمال هي التوجه لعموم التونسيين وعموم الناخبين. نحن نريد أن نمنح التونسيين فرصة الاختيار، هذه هي شعارنا، هي فرصة أخرى لتونس، ونحن نعتقد أن سيد العياشي الزمال يحمل بديلا حقيقيا لطي صفحة الماضي بما فيه من الصراع والتوجه إلى اتحادية الكبرى تهم التونسيين، لذلك نحن نتوجه إلى عموم الناخبين التونسيين وندعوهم إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع وندعوهم إلى ممارسة حقهم في الاختيار وحقهم في التصويت. نعم؟ طبعا نحن ندعوهم، أولا ندعوهم الانتخاب وندعوهم إلى الاختيار، وندعو المترشحين للانتخابات إلى خوض انتخابات شريفة ونزيهة قائمة على البرامج. نحن عندنا برنامج، نحن نريد أن نرتفع بتونس إلى 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 الأعلى، نريد أن تكون تحديات أكبر من الصراعات السياسية والمناكفات الإيديولوجية. نحن عندنا بديل جاهز، ونحن نعتقد أن عندنا فرصة حقيقية لتغيير الحال في تونس، ونعتقد أن كل تونسي يجب يعيش بقدره في تونس، أنه لا مجال لظلم أي تونسي في تونس، ونعتقد أن بناء سلطة تنفيذية موحدة وقوية قادرة على قيادة البلاد في مرحلة فيها تحديات كبرى من عطش، من مياه، من تطرف مناخي، هذه هي القضايا الرئيسية، من تعليم، من سكن، من مرافق عمومية، هذه هي القضايا الرئيسية التي تهم التونسيين. نحن نتوجه إلى عموم الناخبين وندعو عموم الناخبين إلى الإقبال على الاقتراع، وطبعا ندعوهم إلى التصويت لسيد العيش زمال لأنه يمثل بديل حقيقي، بديل الشباب، بديل المستقبل. في الواقع كان من المفروض أن تكون هذا يوم غير بالنسبة لي المرشح الأول والأساسي سي العياشي الزمال أن يكون هذا تهنئة بالنسبة إلى
مجموعة الناشطين السياسيين سواء كان من الشق اليمين أو من الشق اليسار، لأنه في الواقع فوجئنا وهذه فاجعة نقولها بحسرة كبيرة بأنه يتم الاحتفاظ بالسيد الزمال في خصوص معناها الواقع عدة قضايا معناها نأتي عليها تباعا. شوف هو في الواقع ملي خرجت هذه النمنمة بتاع التزكيات ثم أردفها معناها الممثل الليزي بأنه سنتولى نشر ذلك والتثبت من التزكيات، هذه حقيقة كانت معناها كان في مربط الفرس، وهذا نعتقد أنه حصيلة اللي صارت بالنسبة للتصيد بالنسبة للأخطاء، وهذا ذكرنا وترجع للأسلوب الماكيافيلي، هذا المفكر الفيلسوف الإيطالي والسياسي في القرن 16، ويعتقد اللي أنا صاحب الهدف باستطاعتي أن يستخدم الوسيلة التي يريدها أيا كانت وكيفما كانت دون قيد أو شرط، وهو خرجت منها قاعدة القاعدة تأسيس القاعدة الغاية تبرر الوسيلة. الآن ماذا يعاب على السيد الزمان؟ قالوا له كيفاش أنت عندك تزكيات هذية، كيفاش تعديت ساعة من الشبكة، وإحنا عملنا كعقبة بالنسبة إلى المرشحين، تشوفوا كانوا 120 تقريبا ترشحوا في نهاية المطاف، ما قدموا مطالب نتاعهم تقريبا كان 7 أو 8، ناخذوا الاستثناء الأولاني أنه رئيس الدولة باعتبار عنده تزكيات أكثر من 80 نائب، والثالث كذلك عن حزب حركة الشعب اللي عنده تزكيات أكثر من 10 أو 11 نائب. بقي سي الزمال تعدى من الشبكة هذه من الفيليه، كيفاش جبت لنا 11000 معناها تزكية من الأول، وتم معناها رفض تقريبا 2400 واعطاو أمهلو 48 ساعة باش يجيب معناها ما تبقى معناها باش يكون الكروم هذا تاع 10000 تزكية موجودة. ف 48 ساعة كيف قام معناها بما يستوجب القيام به وقدم التزكيات، وكان معناها الإعلان عن ترشحه معناها في القائمة الأولية أنه معناها سي زمال في الانتخابات الرئاسية. أنا انقلبت الأمور وأصبحنا نتصيد معناها الأخطاء هذه كما قلت لكم تاع التزكيات هذه والكشف عنها، وخلقنا معناها عدة معناها قضايا سهلة ياسر، كنت تعيط الناس تقولهم يجاوا من معناها بنفسه ما بنفسه ويأتمر بأوامر معناها الأمير المؤمنين، يجي عمل شكاية قول راو أقل هنا غير هذا الإمضاء غير إمضائي، وانطلقت العملية. شوف عندكم سليانة فات 9 ملفات، عدلي وحرس واد مليز ملف، حفوز ملف، سيد حسين 14 ملف، تبربة ملف، مجموع الآن إلى حد الآن تقريبا غدو عنده في 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 أظن في جندوبة عنده ملف منشور ومحال أمام المحكمة الابتدائية، 25 ملف إلى حد الآن، وكل هذا من أجل شنو الإحالة، إقامة شهادة نصفية على أمور غير صحية الفصل 199 من جلد الجنائية، والفصل كذلك 88 هذا اللي يتعلق بالمعطيات الإلكترونية، معالجة المعطيات الإلكترونية. الآن شنا قاوة احنا فوجئنا، علاش قلنا فوجئنا؟ لأنه دخلنا في الاثنين الفارق مع الزملاء بأنه يحتحال مع أمينة المال اللي قضت 9 أيام في معناها بغياب السجون بتعلت، وأن بعض الأشخاص قالوا احنا راهو عطاتنا تزكيات شفناها كان فيها صورة الرئيس الحالي، احنا نزكيو ما نزكيو كان الرئيس قيس سعيد، وتفوجئنا وأن هذه التزكيات معناها تم معناها اعتمادها إلى السيد زمان. الأبحاث هذه ده ومشينا المحكمة، وبين المحكمة أنه لا يمكنه بأي حالة لهما معناها واحد يكون
سامحوني في العبارة غبي إلى درجة كبيرة باش ما يفرقش ما بين صورة الرئيس الحالي وما بين الزمال، ولم تنطلي أعتقد ذلك، والمحكمة تفضلت مشكورة في خصوص هذا الثلاثة أربع ملفات وأفرجت عن أمينة المال التي قامت بجمع التزكيات وأخرت القضية إلى أجل لاحق. قلنا أن خلنا أن الأمر انتهى والضغط انتهى بالنسبة إلى السيد الزمال، لكن ما فوجئنا به أنه اليوم الأحد ليلا الأربع ونص تاع الصباح فرقة ثلاثة فرق أنا تد على داره يدخلوا تفتيش، ثم معناها حجز معناها كمبيوتر تاع ابنه، حجز هواتف، والأغرب أنهم حتى الكارت كريدي حجزوها. كل قائل ما علاقة الكارت كريدي هذه بطاقة الائتمان تاع البنك، ما علاقة هذا بذاك؟ حجزوا هذا الكل أمام معناها في وضعية بالنسبة إلى أسرة سي الزمال معناها مخليكم تتخيلوا كيفاش الفجعة نتاع الأبناء كانوا راكدين وزوجته والجيران